السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا. حياك سلام. بسم الله. معك محمد إبراهيم خير. أيوه. من الحديدة. ساكن هنا في بيحة. أيوه. طيب معنا لك تحدي يا أخ معالي. التحدي إذا شربت 10 دباب ماء في دقيقة سوف تربح معنا جائزة. واثق من نفسك؟ واثق من نفسك. ثقة عالية. ثقة عالية. لا بعدين تصور. لا إن شاء الله بجيلك ثقة عالية. لا لا هاي دقيقة نشوف لقيتها خلاص تشربها يعني قلت بقى تخلصها ان شاء الله اخلصها كلها تحدي شو تحدي يلا خلاص يلا 1 2 3 السلام عليكم. كيف حالك؟ مبارك. من الاخ؟ العديده. يا اخ ربي ساكن هنا في موقف. يا اخ ربي معناك تحدي اذا شربت 8 دباب خلال دقيقه تبغى تروح منها جاهزه. ان شاء الله باذن الله. قد التحدي؟ ان شاء الله نقول بسم الله. لا تكون من صاحبك. هذا ولدي ما صاحبي. تقيت عندك عاليه؟ ان شاء الله. يلا ان شاء الله. نقول يا الله. ان شاء الله يلا بسم الله 1 2 3 السلام عليكم. كيف حالك؟ رياض. من الاخ؟ رياض واحد. من الرياض. رياض معك تحدي 6 دباب اذا شربتها في 6 دقائق في دقيقة 6 دباب بتروح معنا على جهاز. قد التحدي؟ واثق من نفسك؟ يلا. شو قلت 2 ما فازوا؟ ان شاء الله. يلا يلا عندما عد لك 3 تبدا بها. يلا بسم الله 1 2 3 يلا الف الف مبروك لقيت سالم معنا الاخ رياض صفقه في صفقه يا شباب بالله طيب جاهزه مقدمه من معرض العمده استلمها الاخ رياض بتعد فلوس قدام المشاهدين عشان تفهمهم طيب يبقى تصور بعدين خلاص طيب عد هلا يا ريال باقي